بسم الله الرحمن الرحيم. I will start the English part. So in this recording, I will talk about how to translate the poet or poetry. This format will have the poetry as we read here in the Arabic and in the English, the story of poetry and melody. The melody is the song. So it means this is designed to be a song. So it is written in Arabic. I will say it as a song. And then translate it to English for the meaning. I will start with Arabic. So the title is مسألة كسمي. سألت كسمي تي تي تا تا. سألت كسمي تي تي تا تا. ليلة عرسي تيتي تاتا. أذبح بسي أم ألحس تيتي تيتي بسي. قال صاحبي أذبحت بسك أم تيتي تيتي لحس بسك تيتي 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 تا تا. قالت لي كسمي يا ولد قل لها تيتي تا تا. إذا جاءت ببسها تيتي تاتا سأذبح بسي مالا تيتي تاتا. سأذبح بسك مالا تيتي تاتا. تذبح بسي تيتي تاتا. وألحس بسك مالا تيتي تاتا. تلحس بسي تيتي تاتا. قلت لها اسمي تيتي تاتا. انت التي قلتي تيتي تاتا. عن الزواج هو قال لك حي تيتي تيتي. هو بسي ولا بسها تيتي تاتا. هم من بساسنا قلة حياة تيتي تاتا. هنا قصة القصيدة. قصة شعر ولحن. يعني معمولة القصيدة عشان تصير معاها لحن تيتي تاتا. ممكن تيجي قصيدة أخرى لحن تاني تيتي تك تك. طبعا أنا هستعرض معاكم حتى الترجمة الإنجليزية وهي الصعبة، لأنه صعبة نمشي نترجم نحفظ كل المعاني مع الستوري
وهذا الشعر هزلي بس فيه رسالة. طبعا ناس كثير يعني ياخذوا المعاني لأن في مثل لنا اذبح بالسك لا تعسك، فقلنا كسمي هي ست شامية. سألتها ليش اتزوجت، أقصد ليش تتزوج الحرب، قالت عشان قلة حي، يعني بدل استخدام كلمات أخرى غير لائقة في وصف ليلة الدخلة. طبعا في اهتمام انه العريس اذبح بالسك والعريس وكذا، يوصى انه لازم ليلة الدخلة يطلع بنتيجة. فهي المسألة ليلة الدخلة هذه ليلة كل واحد يترقب من فيها، يسألوه بكرة في الصباحية ها سبع ولا ضبع، يعني اللي يصير ليلة الدخلة مشهور. العريس يوصوا أهله اذبح بالسك ليلة عرسه، المثل هذا اذبح بالسك ليلة، فهذا مثل شعري. المسكين طبعا عروسة دائما في خوف في هذه الليلة، جابت معها بالسهر، عشان كده سهر بين الحوار المفوجئ، وكان في الأخير بساسنا قلة حياة. فكان يفكر الشاعر إن عروسته تيجي ببسة معها أو بس، فصار بسها وبسة. فلما مفوجئ إن العروسة جابت بس، فهنا سوى مشكلة وقال لها تذبح بسي، سأذبح بسك معنا تذبح بس، هي معها بس ومعها بس، يعني بيقول لها أنا أذبح بس إلا إذا ذبحت أنت بس. فهنا يعني كانت في حيرة، وقال له وألحس بسك ما لم تلحس بس، يبقى يأخذ البس منا يلحسه إلا إذا أنت جيت لحست بس. هو بيهون الموضوع. نجي للترجمة الإنجليزي، فقلنا مسألة كسمي، كسمي كيسس، أسكن كسمي تي تي تاتا، ودي ما قلنا ودي نايت نايتيا، دو ايس لتر ماي كاتيا كات، اور ليك ماي كاتيا تي تي، فريند اوف ماين تي 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 تاتا كاتيا، ديد يو سلتر يور كاتيا or lick your cat here titi tata titi tata cat here. Kiss me said, oh my son, say to her if bringing cat here I slaughter your cat here, if you don't slaughter my cat here, or lick your cat here if you don't lick my cat here, titi tata titi tata. I said kiss me, you said to me marriage is not but shamelessness, it's not my Katia or her Katia, it's not my Katia or her Katia, all our Katia are shamelessness, titi tata titi tata Katia. Thank you.